وهلا رح ننتقل نحن وياكم لفقرة بلحظة، وكثير مهم نعرف اللحظات الأولى يلي متعرف فيها على شخص، شو أول شيء ممكن يلفت انتباهك؟ إجابات عديدة مع زميلتنا خولة غصن. أول لحظة بتتعرفي فيها على شخص، شو الشيء اللي ممكن يلفتك فيه؟ حديثه ورتابة شكله، يعني شكله إنه شو لابس أو هيك شيء، ثقته بنفسه وحركاته، هيك الانطباع الأول. هلا طبعا أول شخص بدي التقي فيه ما راح أعرف شو طبعه وشو طبعا شكله، أناقته وشخصيته، يعني معاملته، نفسيته، بشوف عيونه اذا حلوين ولا لا، اجز زعبين ولا لا، هن بخلوني اتطلع يعني بالشكل. طيبته اكيد، الطيبه والاخلاق، الشكل ابدا المضمون هو الصحيح. بنت لبسها، حشمتها، جمالها، هيك يعني شكل كيف ما كان، يعني سماحه الوش، هذا اكثر شيء انا بحسي من انه اذا انت بترتاحي له او لا. اول لحظه بتعرف فيها على الشخص هو ادبه، يعني اي شيء قبل اي شيء ثاني، اخلاقه، شفته مثلا ساعد حدا، وقف مع حدا، مثلا وقف لحدا انه يقطع له الطريق، انا كثير بيعجبني هالشخص، ما بيهمني لا جماله ولا ماله ولا اي شيء ثاني. في اهم شيء الصدق، الصدق والامان، اذا ما في صدق وامان ما في شيء، ما في شيء بيصير. هلا بصراحه اول شغله بالشب ولا صبيه العيون، بالشكل بالمظهر الخارجي، بس يكونوا العيون حلوين بنسى كل شيء تاني، وإذا شب يعني ممكن عين على طول بحكم أنا إني طويلة منيح. ممكن هيك نظرة تكون صادقة، موقف نبيل منه، هيك